السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. كاملين في شرح الأعداد ووظائف أزرار الريموت الميديا السبلت يونت الظاهر أمامنا. للناس اللي ما بتحب طبعا استخدام درجة حرارة السيليسيوس، حاب يستخدم الفهرنهايت، بإمكانك طبعا بالضغط على زر تمبرتشر أب تمبرتشر داون، ولكن بنفس اللحظة والاستمرار بالضغط إلى تحويل من سيليسيوس إلى فهرنهايت. وفي حال حبيت تلغي العملية لازم تضغط بنفس اللحظة على تمبرتشر داون تمبرتشر أب بنفس اللحظة. خلينا نجرب مع بعض. طبعا الموضوع شوي فيه صعوبة لأنه في عندنا أزرار مثل شايفين هون على الأربع أطراف، فأنت بدك تركز شوي في عملية الضغط ويكون بنفس اللحظة. خلينا نشوف، شايفين بهاي الطريقة بيتحول إلى الفهرنهايت. في حال حبيت ترجع تلغي الفهرنهايت لازم تضغط على نفس الزرين بنفس اللحظة، ولعدد من الثواني بيرجع معك إلى درجة الحرارة السيليسيوس. يعطيكم العافية.